مرحبا، اليوم راح نسوي الميت لوف، يلا ويايا. اليوم أكلتنا طيبة حيل، روعة وأبد أبد ما تتعب، وسهلة وبها خضروات وبها بروتين. نحتاج لحم مفروم، نحتاج قرن أبيض، نحتاج جزر مقطع بهاي الطريقة، والفطر الأسمر اللي دائما أنا أستعمله. نحتاج خاشوقة بهالحدود، خاشوقة أكل، فتات الخبز، وبيضة واحدة، وثوماية شوية، أو إذا عجبكم ثومايتين زين عيني، وبصلايتين من هاي النوعية، البصل الأحمر. ونحتاج من هذا يسموه كيل، الكراث، اثنين كلش طيب يصير وياه زين عيني. ونحتاج شوية جبن موزاريلا، والبهارات اللي راح ناخذها كمون، نستعملها كمون، دارسين، طبعا فلفل اسود، ودائما اقول شوي ونكاري وملح. هسه نبدي وياكم. راح نثرم الخضرة الكراث، بس قبل لا نثرمه نغسله زين، لانه الكراث يجمع تراب كلش هواية، فلازم واحد يغسله كل الزين قبل لا يسوي سوء. هسه راح اغسله واجيكم. هسه مثل ما تلاحظون نظف الكراث، نظفته. هسه راح او الكيل، هسه راح اثمه بهاي الطريقة، اقسمه، هذا هم اقسمه، بعدين اثمه. كمل ثرم الكراث بهاي الطريقة او الكيل. راح هسه اثرم البصل والفطر، راح اثرم الفطر بهاي الطريقة. هسا اقليهم، نضيف هسا نضيف زيت الزيتون، مو هواية بس شوية، وراح نضيف كل الخضروات سوية. كلش سهلة هاي الأكلة، كلها نضيفها سوية زين، كلها سوية. ونضيف شوية، ونضيف عاد دارسين، ونضيف كم كاري، طبعا فلفل أسود، شوية من الملح مهواية، ونخليها شوية تحمص، وبعدين نرجع لكم. هسه راح احضر القالب. حطيت زيت الزيتون شويه على بالقاعده، وخليت كل الجهات يصير فيها زيت الزيتون. هذا راح احط فيه اللوف، فهاي حضرتها قبل بوقت. وراح اسوي احط اللحم المفروم، طبعا انا ما راح احط هذا كله، هذا بباونين ونص، راح احطه نصه، لانه حاله. راح اضيف الكرامب فتات الخبز الكرامبس، وراح اضيف جبن الموزاريلا مو هوايه، حدود خاشقتين اكل، وبيضه، بس على السيدي راح اضيف الثوم هنا، كلش طيبة هاي الأكلة وسريعة، يعني ما تكلف هواية وقت وشغل. طبعا من استخدم اللحم دائما احط له كمون، طعم الكمون ويا اللحم دائما طيب، انتو حسب الرغبة تحطون هواية تحطون قليل، شوية كاري،
طبعا الفلفل الاسود، انا احب شويه الفلفل الاسود يكون اكثر، فاحط هواي شوية هواي هواي شوية فلفل اسود هواي شوية فلفل اسود، وراح احط ملح وراح ابدي اعجنه الى ان يصير كتلة حتى اقدر احطها بالتبسي. هسه مثل ما تلاحظون صارت العجينة بهاي الطريقة، هاي هذا الشكل سهولة الشكل. هسه اقوم احطها هنا، هسه انا ححط ثلاثة ارباع، اقسمها ثلاثة ارباع بربع، واخذ هاي ثلاثة ارباع قسمة قسمين، بعدين احطها اسوي على شكل نفس العرض مالت التبسيل اللي انتو عندكم. هيجي واحطه لحظة شون بهاي الطريقة، واكمل الى ان املي التبسي. هسه مثل ما تلاحظون عيني صارت القاعدة كلها ملت لحم، والطبقة مالتها تصير مو ثخينة حيل ولا خفيفة، وسط مثل هذه. هسه راح اسوي الجهات بهاي الطريقة، اجي عليها وهيجي اسوي تصير على كل الجهات، راح اكمل واجيكم. هسه تبسي صار امتلى اللحم، سويته من كل الجهات. اذا تلاحظون عندي الكمية الباقية هنا حتى اقدر اغلف بيه، وراح اجيب الخضرة. الخضرة ذبلت، ما خليها كلش تستوي، بس تذبل شوية، مو كلش مستوية بس تذبل. راح احطها هنا، خل البس محبسي لا يضيع. هسه راح نجيب هنا الخضرة، اول مرة احط اصفط اشوفكم اياها هنا اي احسن، راح اصفط الجزر بهاي الطريقة. كلش طيبة هاي الأكلة، وش واحد من يسويها للخطار فتشي كلش حلو وطيبة وسهلة. طبعا حار الجزر راح أصفطه كله زين عيني، مثل ما تلاحظون هسه كله صفط. شوفوا هسه أحط القرنابيط، هسه مثل ما تلاحظون حطيت كل الخضرة هنا كفت. هسه راح اجيب اللحم، طبقة اللحم واحطها بيه. هسه راح اخذ هاي قطعة اللحم واسويها على شكل غطاء او غلاف يغلفها، حتى اغلف التبسي وارجع لكم. هسه مثل ما تلاحظون صارت بهاي هذا الشكل. شوي راح ابلل ايدي بزيت الزيتون بهاي الطريقة، ابللها واعدلهن، اخليها شكلها حتى يصير حلو، حتى تصير مثل القالب بالضبط هيجي. صارت بهذا الشكل الحلو، راح احطها بالفرن على درجة حرارة 450 فهرنهايت لحد ما يستوي، بحدود نص ساعة، كل ساعة تشيكها لانه حسب اللحم اللي عندكم ودرجة حرارة الفرن، يعني بحدود نص ساعة واشوفها من يستوي احطها على الحرارة اللي فوق حتى بس يحمص الفوق. هسه عيني طلعته من الفرن، فتحت شوية عليه فت خمس دقائق الفوق حتى شوية يحمص. هسه مثل ما تلاحظون ريحته تخبل شكله كلش حلو. هسه لا رأسا اني اقطعه، اغطيه فد ربع ساعة، راح اغطيه ربع ساعة يرتاح وبعدين اقطعه وارجع لكم. هاي الطريقة بعد ربع ساعة، لحظة
هون هسه صارت بهاي الطريقة. ميت لوف صار حاضر، ريحته حيل طيبة وشكله يجنن، يعني واحد يقدم للخطار يعني كلش حلو. هسه راح اقطعه، شوف شلون تطلع القطعة، عبالك هيكة كلش حلوة كلش مشهية، شوف بالداخل ايش قد حلو، كلش حلو ومشهي. انا راح ابدي اكلها لانه كلش اشتهيتها، حيل طيبة وحيل مبينة طيبة و... حيل طيبة روعة. ولا تنسون الاعجاب والاشتراك بقناتي، ألف عافية.